شدي ايدك ولك صباح شبكي بريكني ها صباح الخير صباح الخيرات كيف صباح الخير خير ماما ليش هالعجقة؟ مين اللي عزلته من 10 ايام؟ التعزيل شي وهذا شي ثاني كرام اختي بس تخلصي اللي بايدي امسحي لي ايدين الكنبايات تبع الصدف الله يوفقك ايه قريضة كم مرة بدي امسحهم؟ ايه مالي شي لك اختي ما في خسارة سوريا خانو اي والله ما بدك كل هالعجقة ليش شوفي مين جاي لعنا؟ رفيقة سوريا خانم اعتدال هاتي لامسح الكنبايات اعتدال خانم شك شكلي يا لطيف والله اللي بيشوفكم بيقول ماري انطوانيت خانم هي اللي جاي تزورنا لا لا تغلط يا فخري لا انت ما بتعرفها لاعتدال خانم ولك هي صديقة عمري دوني بالك اختي لا كتير تمدحي فيها وليش هيك عم تحكي؟ ايه اختي صباح معها حق يعني اعتدال ما لها صديقة العمر كل القصة انه اهالينا كانوا رفقة لا يا كيرا هالحكي ما حبيته منك بنوب ما بتتذكري قديش قضينا وقت سوا ايه كانت نايمة قايمة عنا ايه مو لسوا ديوننا لانها دبقة ولزقة ولبخة وقليلة ذوق هي جزاتها لانه كانت بتحبنا وما بتحسن تفارقنا هلا هي من جهة ما كانت تحسن تفارقنا ما كانت تحسن تفارقنا بس مو ليش سوا ديوننا يا هدلوجة ايه والله يا فخري كانت كل ما تطلع من عنا تحكي علينا حكي كان وحكي ما كان شروي غروي ايه علاكة ولتاتة ولسانة بسبع شطلة ايه لا بقى انت زودتيها كتير ولك صباح يعني المخلوقة هي هيك طبعا ما بتنبلفولي بتما هذا طبع لك اختي طبع يعني مو بايدها هلأ اختي صباح عم تزودها يا لطيف ايه كانت اذا اكلت عنا زيتونة تطلع تقول يا بشوم زيتونة في بزر يو شو هالحكي اكئب وقتها كانت صغيرة وما بتقدر حدا بيعتب على الصغار ليه اسمعوا على السمعة اسمعي صباح على صغيرة شو زغر الزمان المسخ ان شاء الله وفوق كل هالشي بخيلة يا لطيف شو بخيلة وايدها ماسكة هلأ اذا ما بتضيف ضيوفها غير قهوة بتكون بخيلة لك اختي هذا مو بخل هذا حرص والحرص طبع يعني المخلوقة غصب عنا مو بايدها ماشي الحال قال يلي ما بيجي معك تعا معه رح انسى كل شي بس كيدا ولقمة وجكرة كيف بدي انسى ولك نسيتي شو عملت لك بالتيور ذكرتيني والله يا الله شو كان تيور بياخد العقل وكنت ناوية البسه على عرس بنت البندقجي قامت هي اصرت الا بدها تكوي لي اياه كيوته وقامت اجت هي عم تكوي حرقته بس المسكينه مو بسطه يعني يوه 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 على هالحكي اسمعوا على السمعه لك اختي انت المسكينه انت المسكينه هي المكيوده حرقته احذري ليش حرقته لانه ما بدها اياك تروحي على العرس مشان ما تطلعي احلى منها ما هيك كرام مزبوط ولك لا صباح هي اسمها غشمنه مو كيت المسكينة طلعت ما بتعرف تكوي لا تظلميها هلا بعد كل اللي حكوا وكل اللي مسويته فيكي عم تقولي لا تظلميها إلا بقى سوريا خانم لا بقى ايه هات المعقود ايه بس بقى حاجة المخلوقة دقت لي وقالت انه جاي لعنا وانا قلت لها اهلا وسهلا شو حرام الواحد يحن لزمان وايام زمان والناس اللي ربي معهم ايه معك حق سوريا خانم معك حق الحقيقة هيك رفيقة بنحنلها كتير وبيزعل عفراقها كمان يا لطيف يا جماعة ما اظرفها المخلوقة عن جد شوقتوني شوفها تقبرني هات الحمص صباح كرام ولك شو صار معكم ما خلصتوا خلصنا قلطنا البيت قلط مو بقيان غير المطبخ عجلوا خلونا نلبس لانه اذا اجت ولقتنا بهالمنظر ما بنخلص من لسانا
إيه على مهلك سوريا خانم، على شو مستعجلة؟ دخيلك من طول عمرها بتتأخر بالجية. خرب بيتها إجي. فخري فخري تعال افتح لي الباب على بين ما نطلع نلبس. يعني شو بكون انطوشتوا؟ والله ما حاستقبلها غير هدول الأواعي، أصلا كتار عليها. خالتي لسه ما لبست ثيابي أنا كمان. لا لا خالتي هلا افتح لي الباب وفوت على أوضة الضيوف وتلبسها هولي، أنا فايتة اشلح مليوني وكمل شكل المطبخ. يلا روح. هاي هذا أنتِ؟ لنكون مو عاجبينك. لا تستلميني مايا، ها مو ناقصك. شو بك معصب؟ جاي لعنا ضيفة كثير ثقيلة، كركبت خالاتي وعجقتها من الصبح. هذا أنتِ؟ رقبتينا؟ كيف الطن صباح؟ مايا حاجة تقولي لي طن؟ كم مرة قلت لك لا تقولي لي إياها لهالكلمة بيتزلزل بدني منها، بعدين أنا وياكي من نفس العمر مجايلة يعني. ما قلتوا لي مين جاي لعندكم؟ إيسانس السقالة والكيد، رفيقتها لسوريا خانو. ليش لتستقبلوها؟ كنتوا اعتذروا منا. يا ريت، بس هي بتحبها كثير. ايه لا بتحبها ولا شيء، بتضلك على نياتك انت. الي كان ليش مستقبلينا؟ لزوم البروزه تقبريني. الي كان ام فخري لعنا، شو مقعدك بين النسوان؟ لا ايوه ما بصير، لازم يستقبل اعتدال معنا والا بتزعل سوريا خانم. لك اسمع مني، نتفرج على التلفزيون او منفت الشده او نلعب لعبه الاغاني. شو هي لعبه الاغاني مايا؟ يعني هي انا بقول غنيه مثل اقول احواك بتكابر اقول انسى تراضيني يه، بتبلش باليه. بدك تقولي انت غنيه باليه. يه 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 يا ودي يا تقيل يه يه يا مشيبني يه، وانا بالي طويل وانت وانت عاجبني بس يه. بلش بس شملتين مو الغنيه كلها. ايه طيب طيب ايه عاجبني يه يه يه. سحر عيونه نظراته اول ما تلاقينا عين بعين. نوم نوم نسيت النوم وايامه آه. نسيت لياليه واحلامه. واو 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 وحياة قلبي وافراحه وهنا بنسى وصباحه ما لقي الفرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. واو قولي ايش بتعدي ده؟ يا ميت اهلين وسهلين ومرحبتين باعتدال خانو. بهالقامه وبهالعين. اي والله اشتقنا لك يا ست اعتدال، طولتي الغيبه علينا. مالك حق. معك حق، بس انا نزلاتي على الشام بهالايام صايره قليله، يعني بقضي لي هون شهر شهر ونص، وبقيه السنه يا اما عند ابني سمير باستراليا او عند بنتي سعاد بفرنسا او عند الصغيره وجوزها بالسعوديه. يو ليش بنتك سعاد ما طلقت من جوزها؟ بلا طلقته لابن الاصفهاني واخدت لك واحد اضرب واطرح من بيت شري. يو ايه بس هدول مو شوان. لا هو لبناني بس امه شاميه قرايبتنا من بيت الشكشكلي. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي، ان شاء الله عبال عند ابنكم فخري. لا ايوه فخري بكير عليه ليخلص دراسته بالاول. يو ليش شو عم بيدرس المحروس؟ طب بشري مثل جده، بدنا نطالعه دكتور. شو وينه؟ ما بده يجي يسلم علي؟ لك عم يغير ثيابه ونازل. ايه ها مرحبا. وينه؟ ليكو ليكو هذا فخري. لك لا لا وينه؟ يو لك ايه والله هذا فخري، بس انت اخر مره زرتينا فيها كان هو صغير. لك لا مو هو، الفاز الاوبالين وينه؟ اي فاز؟ لك بزمانكم كنتوا حاطين هنيك بالفيترينا جنب راس فخري تمام، فاز اوبالين ازرق وينه؟ لساتك متذكرتي؟ يو طبعا متذكرته، شلون لكان؟ لك مو بعلامة ما اخي جابوا لابوكي هدية يوم ما ابوكي طلع اول كتاب لإله. شو؟ بعتو؟ هو كان فاز كتير حلو بس يا حوينته انكسر. فاز قبلين بينكسر، كان لازم تداروه بعيونكم بعيونكم سوريا خانم، مو حوينته ينكسر؟ شو بدنا نساوي؟ عمره خالص. هلا انا مالي فهماني ليش مقعديني باوضه الضيوف مثلي مثل الغربة؟ هلا بعد كل نومي وقومي عنكم بتعاملوني هيك مثل الضيوف؟ مشان واجبك. إيه لا بقى لا انا مالي غريبه. بعدين اوضه القعده تبعكم احلى بكتير من اوضه الضيوف وانا بحبها.
وهي بتحبك اكثر تقبريني، ما قلتي لي اعتدال خانم، ليش مشت ياكل هالقد مع انه يبعث لك حمى مع انه الدنيا حمى؟ لانه بيتكم بارد. يا سلام يا سريا خانم، بيتكم ما تغير فيه شيء من اول مره شفته فيه بحياتي لساته، يعني باستثناء بعض التغييرات، يعني على لون الدهان وعلى لون الفرش شوي. مزبوط اعتدال خانم، بيتنا من ايام اهلي لهلا ما تغير فيه شيء، نحن محافظين على اصالته، حتى الكنبايات ما بنغير محلها. يي 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 شو ها؟ ورجيني جنينتكم لشوف لساتها؟ يا الله احلاها، لساتها مثل ما هي. شو ها؟ لك هذا تلفزيون ابيض واسود ما هيك؟ ولك يا انتيكات مزبوط، هذا من اول التلفزيونات اللي فاتت على البلد، وقت كانوا العالم ما بيعرفوا شو يعني تلفزيون، عايشين على الراديو. بتتذكري اعتدال خانو؟ هو حلو عين الله عليه، ايه بس اثري وعلى الفحم الحجري. لك ايه ما تشوفوا تلفزيونات هالايام الجديده يلي نازله؟ إيه ابني بامريكا جايب تلفزيون ومعلقه على الحيط بسماكه جراباتك سريا خانم. جراباتك مكرورين سريا خانم، كيف لابستيهم؟ والله ما انتبهت لهم. بيكونوا هلا انتتشوا. كرام خانم دخيل عينك، يعني بما انه ما عندكم دش افتحي لنا هالتلفزيون على القناة الأولى، خلينا نشوف المسلسل. لك شو مو متابعينه؟ لا والله بسيطة، أنا بحكي لكم قصته، بس أنتِ افتحي لنا إياه وما عليكي، ولو إنه بدي أشوفه اليوم على الأبيض والأسود. إيه لحظة لشكل فيش. كأنك مسمكة شوي بهالحمى. يا لطيف شو صار؟ ما بعرف، يمكن كنتكت الكهرباء. لك الله يصلحك ولك اختي، ايه كنتي شوفي المحول. مين؟ يا علاء عمتي، حطيته بالكهرباء بدون ما اوصله بالمحول. ولك حدا بيعمل عملتك يا كرام. حاكم تعرفي تلفزيوننا 110 وما بيشتغل غير على المحول. ايه يلا فداكي ولك اختي. اعتدال خانم دخيلك لا تواخذينا، اليوم رح يروح عليك المسلسل على تلفزيوننا الاسري الابيض والاسود. تفضلي اعتدال خانم. دخيلك لا تاخذينا اعتدال خانم على الرعبة اللي ارتعبتيها، تفضلي اشربي توت الشامي بيروق لك دمك. ما بتتواخذوا تقبريني، هالكاسات كثير رخاص مو؟ يوه والله ما بعرف، إلهم زمان عنا وما منشرف فيهم الا اللي منحبه. ايه؟ حلينه كثير لهالتوت الشامي؟ ايه والله مو طيب التوت الشامي خفيف اعتدال خانم. اعذروني ما فيني كفيها، حلوه كثير تلدع التم. رح اعمل لك اخف منها اعتدال خانم. لا لا تعذبي حالك، انا اصلا ما بيسوى لي الحلو مشان السكري. ما بصير لازم تشربي شيء. عندكم كركديه؟ هي علينا سريا، بتتذكري لما كنا نقعد نشرب الكركديه ونسمع سوا هالاغاني والاسطوانات على الجرامافون؟ اي والله ما كان في احلى من هديك الايام. رح يعملوا لك كركدة ولك ألف طلب مثل هالطلب تكرم عينك. حاضر. وينو؟ اعتدال خانم بهي الغرفة ما كان في فازوبالين. لك لا لا، عم بحكي على الجرامافون يلي كان هنيك بمحل الراديو. وينو؟ لساته موجود وحاطينه بالأبو. يا حوينتو خلص عمره مو هيك؟ لا ايوه شو يا حوينتو، بعيد الشر عن قلبه، شغاله على 24. ولكان ليش حاطينه بالأبو؟ مو على حساب ما زحزحتوا غرض من محله بهالبيت؟ إيشو لاحقتينا على الكلمة اعتدال خانم؟ مو القصد، بس حدا بيحط جرامافون صوته ولا أحلى من هيك بالأبو. يا سلام يا سلام على صوت أسمهان وفريد الأطرش وأم كلثوم لما بيطلع من الجرامافون. لك تقولوا قاعدين عم بيغنوا قدامكم. ايه والله نغرش قلبي أنا كمان على ما أسمع صوته. ما صار شيء أسوأ يا خانم، هي نحلة فيها الليلة يطلعوا لنا إياه من الأبو.
خلينا هيك بركي بنسمع شوية اسطوانات حلوة. عن جد جبتيها، برافو، تكرم عيني. كرام صباح، قوموا جيبوا الجرامافون. يلا يا بحري. بيتك شو سهلة، يعني شلون عم بيخطر على بالها هيك قصص هاي؟ وينو هاد؟ وينك؟ ليكو قطع عمرك لسه فيك حيل؟ شو؟ حريشك هي بتتغذك ونحن بنبتلع. هذا الجرامافون وين حطه؟ دادا الله يرضى عليك، حطه بمحل الراديو. وش اللي هالراديو من هون حط الايام جنب العود. شو بتحبي تسمعي اعتدال خانو؟ يا ترى الاسطوانات القديمه اللي كنا نسمعها لساتها موجوده؟ لكان كلها. شو بتحبي نسمعك؟ يا عوازل الفلفيلو. معقول تكونوا ما دريتوا؟ ايه انا وصلني الخبر على امريكا. هلا نحن ممكن نكون درينا، بس نحن ما بنحط ببالنا لانه ما بنحب نحط حدا بالمقلايه. ايه انا لغيركم ما بحكي هالحكي، بس انتوا بعرفكم، هون حفرنا وهون طمرنا. معك حق، الحقيقه خير سوريا خانو؟ شو بك عم يجعك شيء؟ لا لا ما في شي، بس اجتني الحزقة. بعتلي حمى، خدي لك شفة كركديه. لا معلش، قومي قومي معي، قومي معي يا اعتدال خانو، بدي ارجيك الكنبايات اللي جوا حابة غير لونهم. قومي. لك ايه هلا كنا هنيك، اختي نجديهم اذا بدك، بس لا تغيري وشهم، حاكم بهالايام ما بقى تلاقي مثله. ولك قومي معي قومي، في شغلات تانية شاريتها حابة ورجيك اياها، خايفة يكون غاشيني فيها. يبعد لك حمى. يب، شو قلتي صباح خانو؟ يا فريد الأطرش على هالصوت شو حلو. ولك أمي أمي معي يا اعتدال خانم. أمي 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 امشي، بدي أرجيك إياهن. تعالوا خرب بيته على هالمنظر. شو هاد؟ عبد الحمى أمي أمي كرام، هادي فخري بسرعة. أمي شو عم تقولي أمي؟ خالاتك شافوا الحردون وهو عم يطلع الجرامافون مدرسة وتطلع فيهم. حردون؟ إيه إيه. يخرب بيته، شوفوا هادو على الجرامافون هاد. هلا ابري ضايع عليك، عود لقلك عود. اسمه خالاتك عم يلهوها بالصالون، روح اكمشه. يا امي شلون بدي اكمشه؟ بركي عضمي. لك ما بيعض ما بيعض. والله اذا شافته اعتدال لتصير تفوت على بيت وتطلع من بيت وتقول بيت الاغباشي عايشين مع الحردونات. مو حردونات ماما، حرادين حرادين. ايه حرادين. وينك يا مقصوف الرقبة؟ بتخبي والطيام ما؟ لك بدك تشرشحنا وتبهدلنا قدام اللتاتة؟ أنا بورجيك. لشوف لأ أنت بدك تضلك لطيان. عم تضحك كمان؟ بسيطة. بسيطة. لشوف بعد الحمام البارد إذا رح تطلع ولا ما رح تطلع. بسيطة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدي أسوي فيه لحتى يطلع هاد؟
صح الكيل. كبستك يا نس. دخيلك بدي شنطتك. يو شو بدك من شنطتك اعتدال خانو؟ بدي حبه وجع راس مع تنين. يعني هلا خلي بيتنا من الاسبرين لحتى حبكه معك تاخذيها من شنطتك. فكري جيب لها حبتين اسبرين لاعتدال خانو. حاضر. تعال لهون. شو مخبي ورا ظهرك يا درسان؟ شو بدي يكون مخبي يعني؟ ولا شيء. ورجينا ورجينا لنشوف. يعني شو بده يكون مخبي بايده؟ فخري روح جيب له حبتين اسبرين. والله ما بتروح لحتى اعرف شو في بايدك. شوقتني. ما في شيء. شفتي؟ والثانيه كمان. الثانيه ما فيها شيء. شفتي؟ شفتي شلون ما في شيء بايده للصبي؟ اتفضلي اعتدال خانم. اتفضلي. والله ما حلوه تضلي واقفه هون. تفضلي صدوره للبدوره. شو صار معك خالتي؟ شو بده يصير يعني؟ ما بدها تشوف ايد تاني انفزلكي؟ بعد ما كمشته زتيته. يبعث لك ما. لك لا لا روي الكوب بالصالون تحت الكنباية. ايه حبيبي معناتها شغلك مو هون، شغلك بالصالون، انقض عليه. يلا. إلهي وأنت جاهي بيعدمني ياك يا اعتدال خانم بليلة ما فيها ضو قمر. ولك يا ميت أهلين وسهلين. طلع فيني بكل عين وقحة يا حقير، وعم تبدل لسانك كمان بشرفي الأصل لك يا. شو عم ساوي يعني خالتي؟ عم تشمس؟ عم سلحب قفل الحردون مشان ما يعملكم فضيحة؟ ايه بعدين خالتي بعدين. قوم الله يرضى عليك دور لي على مفتاح الفترينة بشي درج من الدروج مشان تفتحها وتطالع لي طقم القهوة الصيني. الخانم بدها تدكورة قهوة. ايه مو وقتها خالتي، مو وقتها. مو شايفتيني تلفان وعم خابط مخابطة؟ يلا خالتي الله يرضى عليك بدي اغلي القهوة. بس انتبه وانت عم تطالع طقم الفناجين. ها حاكم هدول اغلى شي عند سوريا خانم. ماشي امري لله. هلا بلحقك فيهم على المطبخ. يلا خالتي نزل لي 4 فنجين مو الطقم كله، وهي الصينيه حط عليها الفنجين. قوم الله يرضى عليك. يوه 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 يوه. لك شبك خالتي ملهوش؟ شبك ملهوش؟ قلت لك هدول اغلى شيء عند سوريا خانم. لك سنحب من تحت رجلي يا خالتي بالصالون. شفتوا فايت لهون على المطبخ؟ الحردون؟ لك ايه الحردون؟ قولي على خالتي. دور عليه خالتي، دور عليه اذا طلع عم يفضح لعند اعتدال خانم. هو ما مبين هون خالتي. يا تحكي البراد بتخبي يا لطيان شيخ زاني خزن. لا تخافي لا تخافي. يا شو ما خاف ما خاف. هذا حدون مو لعبة مو لعبة. هات الدوني لا تصب القهوة برا. اي والله ما حد يسترجي لي رجلي على الارض. بسرعة حط كرسي تعالي تلقلع. حط كرسي تعالي في على انتوش. على مهلك على مهلك. خاتي لك خاتي. ها يا هات الصيني خالتي وعك يهرب منك. ها اذا شافت اعطينا هل بتفضحنا. لا تحكي لي يا خالتي لا تحكي لي. صدقوني يا جماعة هدول بيت ارمية شي شراشيح كتير. لك قد ما بقلكن قولوا أكتر. بس باين عليهم جماعة أكابر. يا على قامتي إن شاء الله. شو قرضت الفنجان اعتدال خانو؟ لك لا يوه شو قرضته؟ القطعة لحالها سلتت بتمي. هذا مكسور وملزقينه. هذا صيني ما بيتلزق. بس بتكوني من كتر ما حكيتي حشوة درسك نزلت بالفنجان وانتي مالك حاسة. الله يسامحك. ايه هذا الطقم بالذات ما منطلعه الا للغوالي. سوريا خانو كذب حالي. لك القطعة طلعت بتنبي. طيب اعمل لك فنجان قهوة تاني اعتدال خانو. لا ما في داعي. حاكم صايرة القهوة عم ترفع لي ضغطي. ما حدا ارتفع ضغطه غيري منك ومن الحردون. عم تتخبى بين الطناجر ما؟ عم تتعربش على الحيطة؟ فكر حالك إذا تعربش على الحيطة مبطولة؟ بسيطة. لك وينك؟ وينك هلكتي وينك؟
شوي كشوي. شو ها؟ ولك شو عامل بالمطبخ؟ صوت القلقعة والطناجر وصلان لجوا فضحتنا قدام اعتدال. ليش هيك منظرك؟ شو بدي ساوي يا أمي؟ شو بدي ساوي؟ عم تعرضه بيقاذف اللهب. إيه؟ الله ينصرك يا أمي، بس دير بالك لا تشلط حالك. إيه؟ لا. يلا. بس لقط نفس. ايه حبيبي، لقط نفس والقطو. طمني خالته، ان شاء الله مشي الحال. ان شاء الله بيمشي خشب ولا الحردون، بس لا تخافي رح ألقطه. الله يقدرك يا رب. شو قلن طعمي هدول بالدنيا؟ شو قلن طعمي غير سم البدن وتلف الأعصاب؟ آخ يا سوريا خانم، آخ على الطيف جبتينا إياه، ما جبنا على وشها غير الهم والغم والشرشحة. إيه لأ، الحمض أطيب على الفتوش من دبس الرمان بكتير. لا سوريا خانم لا تسوي، كان تساوي غير والله دبس الرمان. مرحبا. شو ما منظرك؟ ليش هيك؟ لك هلا قبل شوي كنت بتل الصلاة على النبي. كنت عم بلعب كرة قدم بالحارة أنا ورفقاتي. فخري صغر بوشك على الحمام وقلوط حالك قلطة، ولك هذا منظر هاد؟ حاضر. أماني ضلي زورينا اعتدال خانم يا ميت، أهلا وسهلا. يلا عن إذنكم ماما أنا طالعة حمام. إيه حبيبي الله معك. نايمة سلفا فخري. شو هاد؟ شنتايتي. شو في بشنتايتك اعتدال خانم؟ يا شو بده يكون فيها يعني؟ موبايلي وفرشاية شعري. لا 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 لا، في شيء عم يتحرك. عم يتحرك؟ اه. ولي حدوه. لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا. حبستوا بشنتايتك اعتدال خانو. فخري لحشوا لحشوا برا. حاضر رح ألحشوا وارجع. يو طلع من شنتايتك حردون اعتدال خانو؟ يو شو هالحكي هاد؟ منين اجى هاد لشنتايتي؟ جايبتيلنا من بيتك حردون اعتدال خانو؟ يا لطيف قديش إلي ما شفت حردون بالشارع، اليوم شفته شخصي بشنتاية الست اعتدال. هذا مو من عندي. لا يا اعتدال لا، هاي ما حبيتها منك بنوب. يعني معقول الحردون يجي من بيتنا ويتخبى بشنتايتك؟ يعني ما لقى محل يتخبى فيه غير شنتايتك؟ ايش هو مستقصدك ولا في تار بينك وبينه؟ لكان شلون ومنين فتح شنتايتي؟ اي شو بيعرفني؟ مع اني بعرفك قديشك نظيفة ومرتبة ومهففة. شايفة؟ اعتدال خانو ولا يهمك، هي القصة هون حفرنا وهون طمرنا، ما حنفوت على بيت ونطلع من بيت ونحكي بالقصة، لأنه هيك قصص ما حلو الحكي فيها بنوب. ما هيك اعتدال خانو؟